مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في التاسع عفوت. في حلقه اليوم التاسع عفوت نشاهدوا مع بعضنا المواضيع التاليه: اربع انتصارات على اربعه للانديه التونسيه في الكؤوس الافريقيه، تقديم لمباراه نهائي البطوله يوم الخميس القادم بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، جولة في مختلف البطولات الأوروبية، للتواصل وتفاعل معنا نفس وسائل الاتصال موقعنا على شبكة الانترنت www.tasia.tv ولا صفحتنا على الفيسبوك التاسعة وعلى شان اليوتيوب التاسعة. فتحي مساء الخير. أهلا معز، أهلا بالحضور. أك صيفت؟ صيفت، أنا إنسان واقعي. طقس سخون، جمعة سخونة، باش نلبس كرافات وفيستا. ربي معاكم الولاد انتم، لاني نمشي مع الاجواء، الجمهور سخون، الدنيا كلها سخونه، دونك انا نتاقلم وصيفت. ايش عندك جديد؟ والله الحمد لله، ان شاء الله تتعدى اسبوع باهي وعلى خير، وان شاء الله الاخبار تكون باهيه وساره. خالد مساء الخير. مساء النور معز، مساء النور الساده الحضور، الساده المشاهدين. وزي مساء الخير. مساء الخير معز، حبيت قبل ما نبداو الحصه احنا تو نصوم الور دي بيلون، يعني قاعد الناس كل تعمل في البيلون تاع بعض النوادي، وقت اللي نشوف البيلون تاعها شيء يحير يعني بصراحه. هنا ممكن مش نفتح قوس فيما يخص النوادي نتاع الشمال الغربي، شوف بيلون تاعهم، جندوبة الرياضيه منعت بالسيف باش تطيح من ليغ دو، معناها منعت ما تطيح بالسيف، اولمبيك باجا نعرفوا نزل للرابطه الثانيه، أولمبيك الكاف واتحاد سليانة نزلوا الرابطة الثالثة. يعني كي نشوفوا وضع كرة القدم في الشمال الغربي وضع محزن بصراحة، وضع محزن ويأسف، خاصة أنه الفرقة هذه عندها تاريخ، يعني تاريخ كبير، يمكن برشا ينساو أنه أولمبيك أولمبي البيجي يعني خذا الكوب مرتين ومرتين لعب فينال، وبرشا يعني ما يعرفوش اللي أولمبيك الكاف عن سارتان مومون في عز الكرة التونسية عام 78 و79 الجيل الذهبي، اولمبيك الكاف وفات الخامسه ابراهيم الشيف ترتيب اكزيكو، ابراهيم الشيف فات الخامسه، وثم ملاعبي اخر مش بن ابراهيم اللي هو مور بيتور دو شامبيون، خرج هو من اولمبيك الكاف محمود بورسقي، برشا ناس ما يعرفوش هذا. دونك الفرق هذه عندها تاريخ كبير، لكن ان نشوفوهم في الرابطه الثالثه في وضعيه صعيبه، فانا ندعو من بصراحه من المنبر هذا وانه اهالي المناطق هذه والشمال الغربي بصفه عامه والسلطات المحليه ووزاره الشباب والرياضه والناس كل خاصه ميسوري الحال، وانهم يخفوا جمعياتهم، لانه الانديه هذه موجوده في مناطق حدوديه، وانا نفضل انه الشباب تاع المناطق هذه يمشي يعمل رياضه ويعمل كره قدم خير من اللي يعمل حاجات اخرى. واضح، انت قلت لور دي بيلون، باش نعملوا بيلون اليوم حصيله النادي الافريقي. معنا مدرب النادي الافريقي شهاب الليلي. شهاب مساء الخير. مرحبا بك معنا في التاسعه فوت اليوم، مرحبا بك. يعيشك، شكوا احسن ترانزيسيون عملها لي وجدي على الجمعيات الصغيره هذيا، لاني جمعيتي الام نفتخر بها هي محيط قرقنة. بالنسبه لي انا محيط قرقنة رجعت لل دي دو للدرجه الثانيه، نبارك المحيط قرقنة، نقول عندها تاريخها في الرابطه الاولى، جمعيه عريقه تبقى كما قال تو وجدي ايكونوميكمون البيزاج تاع الكره تبدل، خاطر سي الامكانيات هي اللي تحكم. هم تابلت كامله شهاب، ماهوش في الكره برك، بليت كامله سي البلان ايكونوميك. انا نقول سمعني وجدي عمل دخله نتاع التاسعه مساء. الوغ رجوع محيط قرقنة لدي دو سا دون بوكو ديسبواغ للمستقبل. انا نبارك جمعيتي الام مفتخر بها، علي سي لو بلان بروفيسيونيل افضلها الجمعيه هذه علي انا برشا برشا. نقول انا مقصر معاهم، لكن في التزاماتي المهنيه، لكن ديما تقعد في القلب. صادق مساء الخير. مرحبا. عندنا شويه تهاني شويه كذا اليوم. اليوم ما عندناش تهاني في كره القدم الحقيقه، على حسب ما ندري عاد نعرفش. فماش حد في المينين في الجونيور في الكادي. انا في اوسط كره اليد. اوسط كره اليد، شكون تراعتيني جماعه نعرف. النادي الافريقي. النادي الافريقي. رشح النادي الافريقي تحصل على الثنائيه بعد انتصاره في البطوله الجمعه اللي فاتت. بفارق الاهداف المسجله فما شكون شكك في البطوله نتاعو، لكنه اكد في دور نهائي الكاس بانتصاره. شنو فما تشكيك زاده في شكوا قالوا فارق الاهداف المسجله
مسجله وراه 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 وجا الفينال تاع الكوب وربحت نادي الافريقي ربحت الترجي 30-29 هنيئا الاوس نادي الافريقي وان شاء الله اون بون كوفي للسينيور. واضح. ناصر مساء الخير. مرحبا معز. مالوريزمون الفتره هذه نتعداو معناتها بوفيات معناتها برشا رياضيين نتاعنا سي منصف القايد اللي توفى الاسبوع الفارط عزينا الحر للعائله الموسعه نتاع النادي الصفاقسي ولاعب كان ممتاز برشا منصف القايد اللي وفق ما بين الدراسه والكوره معناتها كان استاذ معناتها دكتور اون شيمي معناتها كان لاعب ممتاز كان عنده امكانيات كبيره كان من فن سنوات في سنه من 1958 حتى 68 ومعز الافونتاج نتاعو نلعب في وسط التيران ولعب ديفونسور معناتها لكن كان لاعب ممتاز زاد فرد المناسبه مجدي تراوري وفات الوالد نتاعو نعزيه وتعزينا نعزيه مجدي تراوري زاد مجدي تراوري زاد الوالد نتاعو اللي توفى الاسبوع الفارط. واضح. باش نبداو مباشره تصريحات النجم والترجي في مباريات كاس رابطه الابطال الافريقيه. ليكيب فيتا كلوب عندها معناها بوتنسيال اوفنسيف باهي عندهم اتاكون طويل يلعب على ديفياسيون ديزيلي رابيد هذاك علاش ماركيونا بونتو الفورس دو كاركتير اليوم تاع الاولاد ظهرت كملنا الميتون واحنا خاسرين واحنا رابحين 2-1 بلوتو نقولوا الحمد لله بتتر كنا نجموا نستحفظوا اكثر على الكوره باش نتعبوا الادفرسير سورتو كو يلعبوا بعشره هذاك علاش دخلنا غيلان باش شدلنا اكثر كوره نقولوا الحمد لله اليوم خذينا 3 بوان من غير دي بليسور ومن غير دي ديغا في الشامبيونز ليغ معناها لازمك ما تضيعش لازمك تمركي فما فرص تندب عليهم بعد كيما شفنا تروح حورية نتاعنا ان شاء الله معناها نتعلموا من غلطنا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله بريمي ماتش دوميسيل لازم نربحو 3 بوان شاك بوان دوميسيل مهم والحمد لله توا كما توا نعملوا بارونتيز زاد على الشامبيونز ليغ وباش نركزوا على ماتش نهار الخميس كما نجموا نقولوا فينال تاع الشامبيون. تدخل رابطة الابطال بخماسيه حاجه ممتازه برشا ما نجموش نقولوا اليوم الفريق على العكس ممكن ما تفرجتش الناس الكل تقول الفريق ضعيف بالعكس النجم الساحلي اليوم سهل المقابله على روحه ماركينا زوز اهداف في الشوط الاول ما وخرناش التالي كملنا معناها وسجلنا 5 الحمد لله يا ربي هذا الكل معنا نحضروا به المقابل الترجي حضرنا ماتشوينا كما يلزم ما مشيناش بكلام العبيد نتاع باش نخموا في الماتش الجاي وماتش شامبيونا وماتش القرن ظهر لي اليوم كنا حاضرين واحسن جواب اليوم سور تيران رحنا ربحنا ب5 ماتش مستاهل معناها سورتو معناها في لي بول تاع الشامبيونز ليغ معناها لازمنا ندخلوا ديما معناها ب3 نقاط سورتو في بلادنا الحمد لله معناها تمكنا باش روحنا ب3 نقاط باهين. سند بك فتحي باش نبداو بالترجي وفيتا كلوب فوز الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3 أهداف لهدف نفس السيناريو حرية كوناكري تعاود مرة أخرى فتحي علاش الترجي يقبل في الأهداف من الأول وبعد رصيله يجري وراء التعديل والانتصار؟ لكن الاختلاف هو أنه ضد حرية كوناكري كانت مقابلة كأس وهذه في بطولة معناها 3-1 في بطولة المهم فيها 3 نقاط هي البطولة كلها معز فيها 6 مقابلات و18 نقطة معناها قد ما تربح نقاط والمعدل اعطاء حسب التاريخ ب 11-12 نقطة تتعدى للدور مش النصف النهائي راهو ردوا بالكم الربع النهائي دونك الترجي عمل الصعيب مرة أخرى يفجع روحه معناها ويقبل هدف مرة أخرى الترجي يلعب شوية بالنهار ولكن من بعد حتى نتيجة 2-1 كانت تكون كافية المهم بالنسبة للترجي وتم بعد نحكيو على النجم الساحلي الانتصار المرتبة الأولى لانه اللي المنافس نتاعو سان داونز عمل تعادل دونك ترجي ديجا الاولاني في المجموعه نتاعو معناها بدايه ما تنجمش تكون احلى من هكايا بطبيعه الحال ما نقفوش عند جزئيات قبلت هدف ماناش مقابلات كاس الترجي عمل لي بيه الفائده وبطبيعه الحال كانت مقابله تحضير من غرائب الصدف معناها وانه الترجي والنجم ولات مقابله شامبيونز ليغ تحضير مقابله بطوله ولكن الحمد لله انه بالنسبه للشراق كان احسن تحضير. خالد علاش الترجي ضيع برشا فرص في المباراه نتاعو؟ باين كان واضح الترجي حاب يحسم المقابله في اقرب وقت ممكن ومن بعد يعمل لا جيستيون تاع الماتش ممكن يرتاح اكثر
يعمل تغييرات، ممكن شيء ينجح فيه النجم الرياضي الساحلي، وكان مخطط له كما يلزم، سجل على بكري ما عطاش لافونتاج المنافس نتاعو، من بعد المدرب عرف كيفاش يتصرف في لي شونجمون. هذا اللي حب ممكن الترجي يوصل له في اقرب وقت، هذا اللي خلاه يتصرح، هذا اللي خلاه يضيع فرص، وممكن هذا زاد اللي خلاه يقبل هدف، مع انه الترجي كان انجاجي لكل الهجوم، خلى المساحه في المستوى هذا نتاع ربيط الابطال. ممكن كي تغلط مرتين ثلاثه تخلص واحده منهم في البطوله، وقت اللي تلعب ضد الفرق الكبيره، نادي الافريقي، نادي الصفاقسي، النجم الساحلي، تخلص. لكن في 70-80% من المقابلات الاخرين تنجم تغلط حتى 5-6 مرات تتعداو، لكن في المستوى كي يطلع المستوى تغلط نجم تخلص. فيتا كلوب عمل زوز فرص سجل هدف، نفس الشيء حوري كوناكري عمل ثلاثه فرص سجل هدف. دونك لهنا يوريك المقابلات هذوما وقت اللي يطلع المستوى الذهني نتاع سورتو، فما سرعه هي اللي تفرق ما بين الفرق، ممكن في تونس والفرق هذوما اللي يلعبوا يوصلوا للمجموعات تاع ربيط الابطال، وقتها الفرق التونسيه نتاع النجم يلقاو بعض الصعوبات، سورتو كي تبدا ترو زونجاجي للقدام تخلي مساحات. ممكن هذا الشيء الترجي يلعب به شويه بالنار، منه كان ممكن بنفس التصرف نتاع المقابلات البطوله لسببين كما قلت لك، حب لو بلوتو بوسيبل يسجل اهداف ويتهنى على المقابله، لكن بعد الى فورني بوكو ديفور باش يرجع، ما انه المنافس سجل هدف. وممكن كانت المقابله لو الترجي ما رجعش في الشوط الثاني ممكن كانت تصعب عليه، زدت نقولوا احنا الظروف نتاع المقابله عاونتهم، انه المنافس خرج لاعب ورقه حمراء وقت الترجي لقى المساحات سجل الهدف الثالث اللي وقتها ارتاح نسبيا على المقابل. واجي تحكي ديما على كوليبالي، ايش رايك في مردود كوليبالي في مباراه هذه؟ كوليبالي خاصه اللي سجل هدف معناها في المباراه. كوليبالي عنده مده قاعد متالق يعني، وخذا فرصته كما قلنا في الحصه الفارطه، يعني كوليبالي كان قاب قوسين او ادنى وانه باش يغادر الترجي الرياضي، مشى للملعب التونسي ومن بعد جاء وكان لي تي كيسيون يعني باش يخرج، خذا فرصته اعطاه المدرب الفرصه نتاعو، ضحى بسعد بقير المدرب، لانه سعد بقير نعرفوه يعني لاعب يعني مهم في الخطه التكتيكيه نتاع الترجي الرياضي، وفي الانيماسيون خاصه اوفنسيف يعني لاعب مهم برشا. المدرب لقى ليكيليبر نتاعو في مع كوليبالي، لاعب ممتاز، اندفاع بدني ممتاز، تحسن برشا في صنع اللعب وفي في في المساهمه يعني في المقابله هذه. راه غيلان الشعلاني مش بقير، غيلان 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 اللي بعد تخلص صحيح، غيلان اللي تخلى من بعد ولا يلعب بتروي ريكوبيراتور تاع اي تخلف بلاصه الليد الماجدي اظن. دونك مش ساهل غيلان شعلاني كيف كيف يعني، غيلان شعلاني لاعب مؤثر في الترجي الرياضي وعنده مكانه، صار ثم مو كان حتى في المنتخب يعني الفترات الاخرى. دونك كوليبالي قاعد رسم نفسه في التشكيله الاساسيه، ولا مشكله كبيره بالنسبه للمدرب فوزي بنزرتي، يعني مشكله في المشاكل اللي يحبوها المدربين، عنده معناها ثم لومبارا دي شوا فهمتني، تعرف مدرب يكون عنده ثلاثه لاعبين مثلا بقير وشعلالي وكوليبالي شكون باش يلعب فيهم احسن من اللي ما عندوش. لا فرجاني لاعب متصور انه لاعب اساسي قار يعني في الفريق، لكن كوليبالي يعني احرج المدرب بصراحه بالمستوى والمردود نتاعو ممتاز. واضح. شايف تفرجت فيها المقابله؟ لا كنت ندرب انا وقت. كنت ندرب وقتها خليك من بعد تحكي على مباراه النادي الافريقي. هاي سي صادق تفرجت ولا جيت بالبطولات الاوروبيه؟ لا لا دار جمعه مازال ما بداش قبل ماتش تشيلسي قد تفرجت. دونك بون الترجي كان مطالب بالانتصار لانه مباراة الأولانية في دوري أبطال أوروبا كما كان يحكي ماشي أوروبا يا ولدي أوروبا أفريقيا أفريقيا ارجع لهنا ارجع دوري أبطال أفريقيا هذه ثالث بطولة مصغرة يلعبوا فيها الفرق نتاعنا. إيش معناها؟ بطولة مصغرة الأولانية تلعبت على 14 ماتش كل جروب تاع ثمانية ويلعبوا سبعة لي وسبعة روتور باش نعرفوا شكون يمشي بلاي أوف وبلاي أوت. البطولة المصغرة الثانية يلعبوا في البلاي أوف تاع الشامبيونات، والبطوله المصغره الثالثه هي الكوب دافريك، معناها شكون يلعب في الشامبيونز ليغ وشكون يلعب في الكوب دي كونفدراسيون. داري الفرق نتاعنا معناها عرفوا كيفاش يتاقلموا مع السيستيم دو بول هذايا ديما معناها اللي قاعد يرجع. بون الترجي كان مطالب ثلاثه نقاط انتصار سورتو كونتر حسب معناها تقديري فريق فيتا كلوب، معناها من اقوى واعتى الفرق حاليا، مش خاطر سان داونز عملناه الهز هو الشامبيونز ليغ، سيكو هو والترجي مرشحين، فما ان تروزيام لارون اللي هو فيتا كلوب. فيتا كلوب معناها أكثر من 14 تيتر الأولاني نتاعو في الشامبيونات، توا عنده لاعبين محترفين كيما أتوبا لاعب الكاميروني اللي سجل هدف،
واللي كما كان يحكي خالد بكري سوني با اون اوكازيون، هو خلقها لوكازيون، معناها اتوبا عمل ديبوردمون الى افاسي تروا جوار وسجل وحده، سي ان افور انديفيدويل، سي ان اكسبو انديفيدويل، ودايور لو سول تير كادري نتاع فيتا كلوب هو التير هذاك، معناها فيتا كلوب ماتش كامل سدت مره وحيده في المرمى. بون الارقام اللي يرجعوا كما كنتوا تحكيوا على كوليبالي 14 انترسيبسيون ريكوبيراسيون، معناها هو سي لو مايون فورم تاع الوسط كما حكينا في الفترات الاخرى الكل، لكون كوليبالي اليوم فرض روحه بالسيف على المدرب، قعدهم بعد يا شوا كما كان يحكي معناها سي شهاب ديريش اسكو بقير والا شعلالي ايفونتويلمون، كان انت عندك سي شهاب ما قال شيء، لا هو قال بروبليم ديريش، نرجع كلمة بروبليم ديريش، معناها كان انت كان عندك لانتونسيون دو بوزي لو جو كما مع فيتا كلوب باش تمركي بقير يولي اسنح على خاطر عنده الكره ويلي يلكري دو لا فالور اجوتي. بار كونتر كان سي ان ماتش اونغومون، ماتش فيه معناها كره في وسط ميدان وكل شيء، كيما جيم باش يكون الماتش باش نحكيوا عليه من بعد، نصور شعلالي وفرجاني اكثر. ترجي 485 تمريره ممتاز، معناها في مباراه قداش لاموين؟ لاموين معناها اونتر 350 و 500 دونك تمريره ناجحه 420 ناجحين 485 اون توتال، معناها ان تري بون بورسونتاج. دونك شنو يرجع؟ احسن واحد كي ريوسي لي باس هو كوليبالي مره اخرى 61 على 66، يوريك ان با بوكو دو ديشي ميم سي مر الكره ديما السهله والقصيره، ما ريناش برشا يلعب الطويله. دونك سي لو شوا دو لا ريزون، معناها كي عنده الكره يشوف شكون بحذاه اقرب واحد، فرجاني بقير يعطي الكره وكل واحد يخدم خدمته. دونك بدري خمسه تسديدات من مزوز في المرمى وسجل هدف، المباركي سته توزيعات وشمام اربعه توزيعات، وفرجاني ساسي حاول توغل خمسه مرات نجح مرتين. دونك غروسو مودو ترجي ربح 53 ديويل منهم 14 ديويل ايريان، مي فما شويه ديشي ذوادي 54 باس برك على 70، معناها ضيع بوكو دو باس في الرولونس ما بين الديفونس والوسط، وفرجاني ضيع اكثر من 15 باس في لي 40 ديرني متر. تو تخدموا بهم الستاتيك هذوما شهاب في المقابلات تسحقوهم اللوجيسيال مع شركة نخدموا معاه، نعطيو لي ستاتيستيك هذوما بار دي شيفر كيما كان يعمل الدكتور، والا بار دي سيكونس فيديو اوسي نقدموهم للملاعبين، مي سيرتو نعاونوهم باش نعملوا انتربريتاسيون. لكن هذا نو سيلمون للملاعبين، لكن سا سير اوسي بور لي زونترونور بور بريباري السيكل نتاع الخدمه، خاطر انت كي تخدم اول شيء تصلح الاخطاء، ثاني شيء تحضر البلان دو جو نتاع الماتش الجاي، وثالث شيء تي دوا ريسبكتي لو بروجي دو جو نتاعك انت ككل. الوغ لي تخوا بارامتر هذوما يلزم يكون فما ان سوكل دو ستاتيستيك دو شيفر اي دو فيديو اوسي، خاطر ما فماش ما اوضح ولا حاجه صريحه. الارقام الارقام لا تكذب، الارقام لا تكذب معناها والفيديو بالطبيعه بالرقم واحد. الوغ احنا ديما نعملوا معاونتنا برشا الحق الحكايه. ناصر علاش حسب حش برايك دخل المجري وعاود خرجوا فوزي من زارتي في المقابله؟ شوف فما ديفيونس في وسط التيرا، معناتها اللي معناتها بخر معناتها ما عادش يستحق، يمكن انا تكون اللي يكون معناتها بعد اصابه الخنيسي معناتها دخل قعد يلعب بنفس المنظومه معناتها اللي لعب بها، من بعد الى شونجي دي معناتها قعد حب يثبت. ديجا شعلالي دخل في الدقيقه 72 وبلال المجري خرج في الدقيقه 40، معناتها هذا اللي ياكد انه سي ان شوا تكتيك. انا نعتقد انه المدرب معناتها فوزي بن زرتي وقت اللي يقول لك فما مصلحه الفريق تتعدى برغم انه حتى التغيير ما مشاش النجم نعمل. انا نحب نحكي ترجي لعب ضد فيتا كلوب اللي هو فريق عنده ثوابت، اللي تعرف هو مخلوق من عام 1935، اللي فريق في افريقيا معناتها عنده امكانيات كبيره، عنده مدرب معروف اللي هو مدرب هو نفس مدرب المنتخب الكونغو الديمقراطيه، هو مدرب وعنده اربع سنين يا معز يخدم في فيتا كلوب، معناتها موش معناتها فما كونتينيتي ما كونتينيتي معناتها فما تواصل بالنسبه لهذا. وتشوف الترجي معناتها لا رياكسيون نتاع لي غرون كلوب معناتها وقت اللي تبدا مجروح وين ترد الفعل في اسرع وقت ممكن. الترجي سجل عليه الهدف نتاع اتوبا في الدقيقه 9، معناتها كوليبالي سجل في الدقيقه 19، معناتها هذا وين مهمك المرحله نتاع الشك ما طلتش برشا ما بين الهدف اللي سجل وانك ترجع في المباراه، هذا هام خلى الترجي في ساعه يرجع في المباراه وخلاه يدخل في الشوط الثاني معناتها في الدقيقه 27 سجل الخنيسي معناتها ضربه جزاء باش يدخل الشوط يقلب الموازين. هذا كله يعطي نقول واحده روح للفريق، يعطيه ثقه اكثر، يعطيه هذا هو وين تصير الفارق ما بين الفرق الكبرى والفرق اللي ما تنجمش تلعب على الالقاب، وين انت تبدا تتعدى من مرحله صعيبه تعرف كيفاش تتجاوزها، تعرف كيفاش تعديها في اسرع وقت ممكن، هذاك يعطي ثقه للفريق. واضح. الفريق الثاني يلعب في كاس ربيع الابطال الافريقي، فريق النجم الرياضي الساحلي، خمسه اهداف لصفر ضد فريق فيروفيرو.
فريق فيرو كان سهل ياسر ولا النجم كان قوي ياسر؟ لا صعيب باش تقول سهل ياسر، معز نلعبوا في كاس عربية الأبطال ودور المجموعات، معناها ما وصل لغادي إلا ما هز البطولة في بلاده ثم ترشح. قداش ترتيبه سي صادق هذا فيروفير؟ توا الرابع. الرابع؟ فيتا كلوب الأولاني. لا دونك تو من بعد يعطينا الإحصائيات قداش منتوش وقداش مدري شنو هذيك الأمور صعيبة عليا معناها. تبارك الله عليك. هذا يسمك انترنت وتدخل وتمشي للسيت و... ريت يا فتحي فاش قاعد تخسر ريت ما عندوش ابو عز الامور هذه. ويا ابو عز والله نتمنى يقرصنوك، ما فما توا الفيروس هذا تاع القرصنه، نتمنى يقرصنوك خلينا نعرف كي تجي شنو باش تقول الجمعه الجايه، يضرب لك البيسي والكونيكسيون والدنيا الكل، يزورك تصاورك وليفيشي والوقت كل شيء يتنهار. يا ولدي العلم في الراس مش في الاورديناتور نتاعك. لا وعدين ناصر، ناصر قال لك فيتا كلوب مولود عام 35 اي انا ولا يرجع مسكين الناصر يتعب راه بعدا يتعب موجود في الفاليون نتاعو ناصر ولا لوش حتى فين حومه يسكن فيتا كلوب ربي معاك حاسين. لا النجم الساحلي كان في مهمه اسهل معناه اسهل وخلى المدرب يعمل تورنوفير يهبط يرتح ملاعبيه. المقابلة كانت تقريبا مقابلة نتاع معنويات نتاع تعزيز الثقة، ما تعبش برشا النجم الساحلي، لكن تحب ولا تكره تدخل في التاريخ 5-0 في كأس عربية الأبطال في دوري المجموعات، ما نقفوش عند اسم الفريق الخصم ومستواه، تقف عند 5-0 كما النادي الإفريقي باش يدخل للتاريخ بالأرقام القياسية اللي قاعد يعمل فيها 9-5 و غدوة التاريخ يتذكر له الأرقام هذيا. النجم الساحلي كان احسن تحضير، تعب اقل من الترجي لانه الترجي رصات له يجري، النجم الساحلي على بكري حسم امره. النجم الساحلي خاصه بالنسبه للاعب ديغو كوستا، ديغو كوستا اليوم لاعب مؤثر جدا في النجم الساحلي، ولكن لاعب بالنسبه لي انا يمشي بالثقه، معناها اذا كان عنده ثقه واسترجع ثقه نجم يعمل حاجات كبيره. هذا اللي قلت ما فهمتوش المره اللي فاتت. انا لغز بالنسبه لي انا. هذا اللغز اي مرض بالسكر انا قلتها المره الاخرى، معناها العباره مرض هذه بالسكر احبها النجم مش لا لا مش لا مش لا انت لا لا مش احبها النجم معناها لا احبها النجم يحكيوا عليه معناها يحكيوا عليه لانه ضربات جزاء سهله جدا يضيعها ثم معناها فرص سهله جدا يضيعها واللي صعيبه صعيبه بطبيعه الحال يسجلها. دونك بالنسبه لي هو اللي سجل زوز اهداف الثقه لاعب الشهر في تونس في البطوله التونسيه. دونك النجم الساحلي استغل كما يجب، ما عندوش اصابات كما الترجي، احسن تحضير بالنسبه لي وللترجي للمقابله مباراه الخميس. فرش المباراه خالد تفرجت شويه مش برشا. اما احكي لنا شويه على قد اللي تفرجت فيه. اللي يتفرج برشا يحكي برشا، اللي يتفرج شويه يحكي شويه. باش نقول لك هذايا فريق فيروفيرو المولود عام 1924. 24 هذايا 24 24 والموجود استخدروا بالله التوني نتاعهم عاجبني بصراحه. وفي المرتبه الرابعه في البطوله نتاعو. في البطوله نتاعو. لا هو شوف تلعب ضد الفرق الافريقيه مهما يكون المستوى نتاعهم ديما عندهم اون سارتان نايفتي لازم تستغلها. النجم الرياضي الساحلي ولا الترجي ظاهر من لونتام يحبوا يخليوا المنافس في بقعته يتلزوا باش يعمل اغلاط يعملهم، هذا اللي استغلوا النجم تو سامبلومون، ضغط الترجي كيف كيف ضغطوا على المنافسين نتاعهم لازمهمش يعملوا اخطاء، سجلوا الاهداف بعد تقعد الجاري من الماتش نتاعك، والنجم الرياضي الساحلي نجح في الجيستيون نتاع الماتش، وبين اللي الترجي والنجم يخموا في نهار الخميس يعني من لونتام ماذا به يحسم الماتش يسجل هدف اثنين ومن بعد يقعد يجاري للمقابله نتاعو كما يلزم يرتح الملاعبيه، فما كلكو جوار خرجوا يخموا فيهم للنهار الخميس ممكن الماتش هو لو بلوز امبورتون. دونك الفوارق واضحه بصراحه ما بين النجم الرياضي الساحلي والمنافس نتاعو. واضح واش الفريق متوسط بصراحة ماهوش فريق مش فريق قوي يعني تقول ضعيف باش عليه متوسط ضعيف تعرف احنا في البيداغوجيا ما عندناش انا عمري ما سمعت به فيروفيرو هذا من موزمبيق ما نعرفوش في كأس رابطة الأبطال الإفريقية ما عرضني أول مرة 1924 أول مرة يوصل للمجموعات أيوه بالضبط قلت لك نعطيو كل واحد حقيقته أيوه أول مرة فريق متوسط أنا نقول لكن كان منضبط أو ديبار يعني كان منضبط تكتيكيا وحاول يعني يوقف شوية النجم الساحلي
حب الفريق هذا يلعب بزوز مهاجمين. يعني أنا تعجبت شوية كيفاش لعب بزوز مهاجمين. ممكن المدرب كان يفكر وأنه باش يمنع فريق النجم الساحلي وأنه يبني الهجمة متاعه من الخلف يعني بالتدرج وكل شيء. تعرف في الرلونس ليزاكسيو مهمين برشا، إذا كانت تمنعهم باش يخرجوا كرة نجم معنا تقلق شوية الفريق. لكن في الحالة هذه سيب الأطراف. نعم زادة كيلعب بزوز أتاكو ينجم يعمل إكيليبر في مليو التيران ويلعب الكرة في العمق. بزوز أتاكو تسهل لك باش تلعب اكثر من يكون في العمق واحد يلقط. ولا دونك في الحاله هذه وقت يلعب دوز اتاكون يمكن خسر الاطراف، خسر الاطراف ولا لي زاريلا تيرون تاع ليطوال معناها كانوا نجموا يطلعوا كره ويساهموا في التدرج بالكره ويطلعوا برشا. وشفنا يعني غازي عبد الرزاق وعلي البريك يعني قاموا بمجهود كبير برشا. قوه النجم الساحلي في وسط الميدان نتاعو ايضا لانه عنده ثلاثه لاعبين يمكنهم يصنعوا اللعب، اللي هو بوعزة لاعب ممتاز عنده لا ديرنير باس يعني ممتاز فيها، وعند إيهاب المساكني، وثم حمزة الأحمر اللي شوية خلفهم زادة كيف كيف. يعني ثم ثلاثة لاعبين ينجموا معناها وسط الميدان أنا راه نقطة قوة النجم الساحلي. حاجة أخرى ما ننساوش وأنه بانجورا زادة وأكوستا عملوا مباراة ممتازة جدا، تحركوا برشا، بانجورا تحرك برشا وأكوستا راه مش سجل هدفين برك، سجل هدفين وعمل أسيست. عطى البونتو الثاني بانجورا. عمل أسيست، دونك قاعد يعيش في أحسن فتراته اللاعب هذايا. أظن أنه النجم الساحلي قام بالمهم يعني بالطبيعة، ثلاثة نقاط أهم حاجة وخمسة أهداف يعني مهم برشا بالنسبة لمعنويات الفريق، وهو قادم على مباراة مهمة برشا في واضح. اليوم الخميس. تفرج فيه شهاب ولا كي قاعد أونترينمون؟ قداش تريني؟ قداش مساعة؟ الاولاني كنت راني الدوزيام سيتي سيونس دو فيزيوناج عنا. واضح على الاستاتستيك كيما هكا والفيزيوناج والفيديو. اي خويا ايش عنا؟ معناها النجم لعب على الثوابت نتاعو، على امتلاك الكره، لعب على الهجمه المركزه. بون الاستاتستيك يورينا اللي كونه اكثر لاعبين مسوا الكره في النجم هما لاعبي وسط الميدان، اي سورتو الاحمر اللي هو دولوان معناها 94 كره يمسها و86 باس معناها ريوسي، تسمى ان تريو بورسونتاج سورتو كي نعرفوا اللي هو يلعب اوسي بيان الكره القصيره اي سورتو الكره الطويله. لا موين قد ايه ديما ذكر سيلوجيك، اما 86 94 هي سيلوجيك وسط الترام باش يمس كره اكثر. متفاهمين ساعات تلقى الارير سونترال يمس اكثر، ساعات تلقى اللاتيرال، مي هو توا لابلاك تورنوت الكره كل تتعدى عليه هو. بن عمر هو لاعب وسط ميدان ثاني يمس الكره ثاني واحد في الجمعيه زاد 75 توش. وبريغي اللي هو كان ثالث وسط ميدان كما كنت تحكي، سورتو بوعزة كان ياخذ الوسط يرجع للوسط والبريغي خذا الكولوار كامل على اليمين. دونك بار كونتر توا في لي تير هما لي زيترونجي اللي هما لي تروز اتاكون، كل واحد سدد مرتين، دييغو بانغورا وبوعزة. دييغو سجل هدفين، بانغورا سجل هدف، وبوعزة سجل هدف. الحاجه اللي معناها تجبد الانتباه سي سته تسديدات في المرمى، دونك النجم سجل خمسة أهداف من تسعة تسديدات في المرمى، منهم ستة سدوهم اللاعبين الأجانب. لي سونتر كانوا موجودين بكثرة، أكثر من 26 سونتر، منهم ثمانية ريوسي ومنهم ثمانية للبريغي، وكان زاد بوكو دو دويل أيريان لمساكني ودي دريبل بانغورا نجح في سانك دريبل. غروسو مودو معناها النجم هاجم بجميع الوسائل المتاحة ليه، هاجم على الأطراف، هاجم بالاعتماد على الكرة المسقطة على دييغو داير جاب الكرة الثانية، بونتو لولاني ممتاز معناها كرة خرجت من جهة اليسار وتعديت على الوسط ومسوها اللاعبين الكل وصلت حتى البريغي من البريغي سونتراج ورجعت على دييغو. دونك فما معناها يا دو لا سويت دون لي زيدي، النجم في أحسن حالاته، تو لي فويون سونتو فير، ونجم يرتح برشا لاعبين أبارتير دو لور دو جو. خرج ثلاثة لاعبين مهمين، غازي كان مضروب دخل في بلاصته العيوني الوليد جديد، واسفيقسي سورتو سليم بن بلقاسم اللي صافي لونتون مريناش. نصر كوستا يعدي في احسن مرحله من اللي جا للنجم الساحلي، في بالي احسن مرحله انا بدي قبل كنت نقول اللي النجم الساحلي كان ينقصه هداف في قيمه بغداد بنجاح في اكثر من مره. اليوم كوستا في الفتره الاخرانيه عنده شهرين كي رجع للريوسيت نتاعو، شم البونتوات ولا قاعد يمركي لونشين كل ماتش قاعد يمركي. مهم برشا انك باش تلعب الخطوات الاولى باش تلعب على البطوله ولا بتلعب شامبيونز ليغ لازم يكون عندك اتاكون ينجم يمركي لك في كل لحظه في كل وقت. كي تبدا المساكني في احسن حالاته ويبدا زاد بانغورا بوعزه زاد ملاعبي ممتاز عنده يسار ممتازه برشا. ايكيب كيما هكا ايكيليبري معناتها بنفرج معناتها لعب في اللاكس معناتها البريغي يلعب على اليمين بالرغم انه حمزه غايب، يبين انه النجم الساحلي عنده معناتها
من اللاعبين اللي نجم يتعامل اللي نجم يغير المجموعه نتاعه في كل وقت والمردود ما يتمسش. هذا مهم برشا بالنسبه للفريق باش ينجم يمشي لبعيد. خاطر في بطولات كي هكا مباريات كل اربع خمسه مباريات تكون عندك مباراه هامه ومصيريه معناتها تلعب فيها على لقب، انك المجموعه اللي عندك معناتها تكون معناتها قريبه برشا لبعضها تنجم تخليك تمشي لبعيد. شوف مسابقه الكاف وتصريحات من بعد المباراه، باش يحكي لنا شويه على مباراه النادي الافريقي، النادي الافريقي والنادي الرياضي صفاقس. عندنا ست سنين ما دخلناش لي بول، اول ماتش بعد ست سنين، دونك حاجنا بالتروا بوان باش تنجم تدخل وموا مورا المو حاضر الماتشات الجايين. احنا بوبليك الكلوب ولا كل استنسنا بالقطر هذه الكيب تاع اليوم ماهيش سيرا ليون وماهيش لي الموريس حبونا نكره. دونك هذاك شنو معناها وقت اللي ولادنا لقينا ايكيب معناها فريمون واقفه مليح. اليوم قلقونا صحيح شويه قدام، عندهم دي جوار رابيد وعندهم افونسون تربي الحمد لله، معناها رغم هذا الكل معناها رغم الاخطاء ورغم اللي صار ما انتصرنا. وتعرف انت في بدايه المرحله ثلاثه نقاط هما الاهم في بالي. On a pris 3 points معناتها certes c'était un match très compliqué mais le club africain il est digne de lui معناتها on a pris les 3 points c'était notre objectif pas aussi pour les 3 points mais aussi pour le moral اليوم معناتها parce qu'on sait on sort de deux gros matchs qu'on a perdu après on s'est rattrapé à Benguerdène aujourd'hui c'est notre compétition on a pris les 3 points c'est notre seul objectif. Après vous معناتها vous pensez que la défense non on a encaissé un but malgré qu'ils ont raté un penalty. Ils ont encaissé qu'un but à la fin et nous on a marqué 3 buts. Notre attaque elle marche, toute l'équipe elle marche. Alhamdoulilah, on a pris les 3 points. مردود هزيل نجمو نقولو. شوط ثاني كاتاستروفيك، شوط اول ممتاز كنا نجمو نسجلو 3 ولا 4 اهداف. اكثر نلوجو على الانترفال سيتورا لي بيفو، اول مره نلعبو ضد فريق يلعب 4 4 2 كلاسيك معناتها قلقونا برشا سيرتو في لي كونتر. فريق متوسط برشا اللي لعبنا ضده يستاهل 4 ولا 5 اهداف، اما الشوط الثاني كي عملنا كاتاستروفيك لو بليز امبورتون توا اللي ربحنا. ان شاء الله نحسنوا المردود اللي الكل اليوم ما كانش باهي، عباد جات تستنى في مردود باهي، ما علينا كان نخدموا على رواحنا باش نفرحهم ان شاء الله في المقابلات الجايه باذن الله. دينا 3 بوان تاعنا لازمنا توا نصلحوا رواحنا، معناتها جاتنا عديد الفرص من الصغر اللي نهمش، صعبنا على رواحنا شويه المقابله، ما الحمد لله يا ربي معناتها في الاخر المهم هما 3 بوان، ان شاء الله جاي خير مع الاطار الفني الجديد وربي معنا. شهاب ما صعبتش عليكم المباراة في وقت من الأوقات؟ وي وقت اللي صعبت هي بعد هدف تذليل الفارق نتاع 2-1 توت سويت أنا ماركي لو تخوازيام بوت معناتها إلي أون رياكسيون معناتها وين فما أون سو مي سو بريسيون وين نعملوا أون رياكسيون بيان كو لا بروميير ميتون معناتها سيرتو سير بلون أوفونسيف بالنسبة لي أنا بالرغم التسرع اللي بدينا به علاش هو قبيل نادر الغندري الى ان بو ريزومي معناتها قاسي نوتر ماتش خارجين من دو ديفيت في دو غران ماتش معناتها هذا سي ان رونديفو امبورتون ولي دو رونديفو غاتي سيتي دو رونديفو امبورتون الوغ لو رونديفو امبورتون هذا اي فالي با لو غاتي هو خاطر بارفوا الناس تقول استسهلنا المنافس سي با فغي خاطر نبهنا وبينا انه البيزاج دي فوتبول افريكان تبدل جمعيه هذه الناس كل ستاتستيك تقول اول مشاركه ليها في الكاف الور كو هي عامله فيزيون مع جمعيه اخرى مع دولفينز وعندها تاريخها. وقتاش الفيزيون هذه صارت؟ عندها عامين 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 عملت فيزيون وقت اللي جات لعبت مع كلوبر حتى بالرزيرف لا بالغياب ما خلطوش هما فوالا الوغ جمعيه اخرى ثلاثه تروز ايكيب عملوا فيزيون الوغ في الافريق ينجم غدو ان نوب دافير يعمل ياخذ جمعيه تكون ضعيفه يرجعها قويه كيما مازيمبي ما كانش موجوده فوالا الوغ هذا البيزاج تاع الفوتبول الافريكان تبدل سي بور سولا ديما كي نحكيو مع الملاعبي اباغ لو فيزيوناج اباغ لي ستات كيما يحكي صادق الوغ ما استسلناش المنافس مي اون ا تروفي ان ادفيرسير اللي هو موجود مي سيرتو اكل فولوار الي تري فيت فيغ لو بوت يضيع لك بارفوا لي روبير نتاعك وهذا اللي صار بيان كو ماركينا دو بوت وخذينا لافونس دو بوت وهذا امبورتون انك تدخل افيك دو بوت الحاجه اخرى اللي امبورتون سكي سي باسي اون دوزيام ميتون كي ان بو كومبليكي لي شوز هو ال اون اوبلي دون لي فيستيير اك لو كومبورتمون ديفونسيف بور غاني ان ماتش فو كو تو مارك دي بوت مي بور غاني ان ماتش اوسي فو كو تو سوا
فريمون حاضر 100%. علاش شنو اللي صار؟ ما نبهتش الملاعبين نتاعك؟ لا لا حكينا فيه. حكينا فيه مي سي يجب يكون انا بيردي لو بلوك، هذا اول شيء. من الحاجات اللي كان من قوتنا احنا انه افتك الكره فوق في الترانزيسيون انستونتاني في البلاصه اللي ضيعنا فيها الكره، واحنا نعملوا هذايا باش ما نخليوش صابر يرجع، ما نخليوش اسامه يرجع، ما نخليوش ابراهيم الشناعي يرجع. الوغ ديكو نخسروا الكره نعملوا ترانزيسيون اوت، اللي ما عاونش باش تصير لا ترانزيسيون اوت انه الخطوط كانت متباعده. الوغ ميم سي نعملوا الديكلونشمون تاع البريسينغ الاولاني الظهر يبدا فارغ، وهذا هو بلس فما لاسبي فيتيس في اللعب نتاع ليكيب ادفيرس اللي هو عملنا شويه مشاكل. مي تبقى اون اجيري اوسي الافونس نتاع سكور، ستادير اثنين بلاش اثنين بواحد وقعتك البونتو فيزا توت سويت اون افي اون رياكسيون بيان كو الديفونسور ماركاها مي ايتي سو بريسيون باسكو بور موا سكو جو روتيان دو بوت هذايا انه سيتي التروازيام بوت. Mais la qualité technique de centre de Ghazi Al-Ayadi, il n'a pas cherché l'attaquant, il a cherché le dos du défenseur pour qu'il soit en train de l'attaquant. Parce que s'il a cherché l'attaquant, il ne peut pas le faire. Alors la qualité du centre, c'est ce qui est important pour les joueurs, pour les rendez-vous pareils. Dans les moments de saïb, c'est la qualité de la passe, la qualité de l'appel. Il y a un Rizuki qui est présente, qui est un défenseur qui est en train de marquer un Rizuki. Mbaat, il y a les après coup, après la fin du match, ce qu'on retient, on a les trois points. Ce qu'on retient, c'est que le club africain, il continue toujours à marquer des buts, c'est très important. Comme a dit Fatih Kbila, nous avons dans les annales de la cour. Le club africain, jusqu'à maintenant, a marqué 23 buts dans 5 matchs. C'est important, dans 4 matchs même. C'est important, c'est important, mais dis-moi, avec le Khali, avec la correction, les défaillances, nous étions un peu défaillants, le comportement défensif de l'équipe. Ben, Fatih, نادي الفريق عمل بالنسبه لي انا المقابلات هذم معز راهو نتيجه راهو فماش مقابلات هذم ربما الامور الفنيه المدرب يحكي فيها مع الملاعبيه. مقابله النادي الافريقي صعيبه برشا. تفرجت من بعد تسمع ثلاثه بواحد اللي يسمع ثلاثه بواحد النادي الافريقي برافو معناها ما غير برشا تفلسيف. النادي الافريقي راهو تعدى بفتره صعيبه ياسر على المستوى الاداري والناس الكل تعرف، تعدى بفتره صعيبه ياسر على مستوى اللاعب رقم واحد نتاعه مش رقم 12 الجماهير نتاعه اللي تعرف شو قاع في الديربي والعقوبه وحتى الناس ما جاتش للملعب تشجع بينما نادي الافريقي يلعب كيما هكا معروف انه جماهيره كان ديما تحضر مقابله نادي الافريقي يلعب مقابله وديه الجماهير نتاعه معناها تلقاها في كل المدارج معناها ناس ما جاتش دونك مقابله صعيبه ياسر على المستوى النفسي. ثم فريق من نيجيريا فما الغالب معناها فما بارومتر نمشيو به معناها قل لي من بلاد نقول لك شنو هي الكوره نتاعهم انا من نيجيريا تكور مليح. دونك وقت اللي هو فينال نسمع ثلاثه بواحد النادي الافريقي وشفنا المقابله ما نقفش عند الجزئيات لانهم هذم سون دي ماتش سون لوندومان، لو لوندومان هما لي 3 بوان مانيش باش نعاود غدوه كذا لانه معز في الكوره بصفه عامه نجيو في البطوله انا هو الماتش اللي تفرجنا فيه وخذينا منه سوفينير من شدو كان النتيجه اول العام فما نتفرجوش يقولوا روداش ليزيكيب يودي اخر العام ما نتفرجوش يقول لك مقابله 3 بوان معناها مش نتاع فرجه ما فماش فرجه معناها زايد. دونك تطلب النادي الافريقي لو بور لارجون دو بور تحبوا يلعب مليح ويكرازي وكذا صعيب شويه 3-1 نتيجه رائعه. النادي الافريقي نعتبر في الظروف النفسيه المحيطه به بالجماهير بالملاعبيه راهم لاعبيه خارجين من زوز مقابلات صعبة برشا زوز مقابلات اللي تمسوا منها خويا برافو ليكم برافو للملاعبيه سورتو برافو للبوبليك. خالد تفرجت برشا ولا شويه؟ لا تفرجت تفرجت مالا تفضل احكي على قد اللي تفرجت فيه في المباراه. لا هو مش زيد برشا المهم انه الثلاث نقاط انا ممكن حسيت اللي فما بعد الهدف الثاني فما رولاشمون مونتال وكانوا النادي الافريقي صحيح حسم المقابله وقت كما
كما كان يحكي الأستاذ، الفرق النيجيرية رغم من أحسن الفرق في إفريقيا على مستوى يعني الكاليتي باس والسرعة، هذا اللي عديته يعني هذا حسب الخبرة متاعي. ديما الفرق متاع نيجيريا سورتو وقت اللي لقاو يعني بون بلوز يوريو الكرة بها، تقعد نايفتي تقعد بارفوا يسون با اورغانيزي، لكن على المستوى السرعة والمستوى الفني ديما يكون فرق ممتازة. مش مطالب من الإفريقي أكثر من 3 نقاط، نلعب ساعات ساري باش ما لعبش مليح ولا نتعدى دي باساج في الماتش، ليسونسييل هو ناخذ الثلاثه نقاط خير ملي نلعب مليح ولا قدر الله ما ربحش ولا نعمل تعادل. واش يفدير لي الادفيرسير تاع النادي الافريقي الفريق النيجيري ريفرس، هذا اقوى فريق يمكن في الاربع مباريات اللي شفناهم تاع الكاف والشامبيونز ليغ، اقوى فريق بصراحه، عنده امكانيات يعني جماعيه وفرديه، فريق يقلق برشا يعني، ويزما يقراوا له الف حساب يعني في مباراه العوده. فانا مرتبه هذا الشيء سيد 13 سيغ 20 كلوب، مش باهي، لكن كفريق يعني فريق ممتاز يعني، عنده امكانيات كبيره وخاصه في 30 متر الاخرانيه. وسامحني يعني وجدي علاش الحكايه هي انه تجم تلقى ان ايكيب كي مارك لاسي parce que sur 20 club il a joué plus que 30 matchs maintenant. Alors sur un match il y a des matchs B. Alors il doit faire un rendement dans le modèle ma matisme donc le rendement. Par contre qui tape un tournoi ou un championnat cir qui m'a aidé il s'investit. Je trouve la qualité des adversaires les معاه في الشامبيونات معناها خاطر parfois تلقى دي شامبيونات نكره تلقى لولاني حتى كي يلعب وحده فهمني يجي لول. بار كونتر فما دي شامبيونات كل عام تلقى 4-5 جنيه يلعب وحده يجي الاول يلعب مع شغل وحده يلعب مع الاخرين يجي له دونك كاميرا جاي. الحاجات الايجابيه ثم ايجابيات وثم سلبيات. بون في كيما كل ماتش الايجابيات شفتوا انا من ناحيه تكتيكيه في الحاله الهجوميه يعني الفريق خدم برشا لاعبين الوسط والاجناب خدموا برشا على الكرات البينيه، لاحظت عديد ليزاكسيون تعاودوا بنفس الطريقه واستغليتوا يعني برشا ليزانترفال خاصه الانترفال اللي تعرف كي تلعب ضد ديفونس اكات الانترفال ما بين اللاترال والاكسيال معناها سي تري امبورتون، هذيك نقطه ضعف يعني ديفونس اكات. شفت عديد المرات الدراجي يعطي باس في الانترفال هذيك ولا صابر يعطي انترفال وخرج يعني خرج ابراهيم، وخاصه يعني علي العابدي على اليسار استغلوا برشا اللاعبين الكرات هذه حاجه نقطه مهمه لان العمليه تعاودت برشا مرات. حاجه اخرى الموبيليتي يعني تحركات ويخرجوا من الزون نتاعهم، روزيكي وصابر خليفه كانوا يغيروا ويخرجوا من الزون نتاعهم وهذا سا بيرتوربي معناها لا ديفونس ادفيرس واعطاه يعني حلول كبيره للفريق. ونتذكر كان تذكر مليح ضربه الجزاء اللي جات يعني صابر خليفه خرج الى ديكروشي خذا كره اظن عند نادر الغندري اعطاه لا خذاها عند الدراجي وخذاها نادر الغندري لا باس خذاها عند نادر لا الدراجي عطاها لصابر وصابر عطاها الغندري والغندري عاود عطاها لصابر يعني في الانترفال اللي كنا نحكيو عليه وجابت ضربه جزاء. يعني ثم حاجات يعني مهمه لكن ثم بعض نقاط الاستفهام. شباب نحب نعرف علاش النادي الافريقي كان النادي الافريقي معودنا في مباراه الفارطه يعمل شوط اول خايب سيء ومن بعد في الشوط الثاني يرجع الفريق ويعدي مباراة ممتازة جدا. المباراة هذه عمل شوط أول ممتاز والشوط الثاني نزل المستوى. أنا نعرف صحيح ينجم يكون ثم دي تون فور دي تون فابل في الماتش لكن مش ميتون وميتون سا دوفيان بلو واحد بلو ديفيسيل لجيري يعني حتى بالنسبة لي كنت كمدرب فهمني ثم صحيح دي تون فور فابل لكن ميتون برشا يظهر لي بالنسبة للجماعية. الحاجة الأولى حاجة ثانية وقتاش باش نشوفوا النادي الإفريقي واكيد انت راك تدرب فيهم عليها الحاجه اللي باش نقولها لك كرات لكن الكره الثابته المخالفات المباشره راهو الادفيرسير اللي زاد الادفيرسير تاعك جابوا عديد النقاط كسوا النجم الساحلي كسوا الترجي الرياضي عندهم لاعبين يشوتوا كرات ثابته وتعرف لي تكتيك ما تلقاش الحلول على الكرات المتحركه الكرات الثابته يجيبوا لك يعني الاهداف وقتاش قلت له عندهم اللاعبين اللي يشوتوا لا لا عندنا في النادي لا لا سامحني لا لا سامحني خلينا نقول لك حاجه شوف المدرب هو اللي يصنع اللاعب
ثلاثة أربعة خمسة لاعبين يكون عندهم مؤهلات، عندهم بوتنسيال، عندهم إمكانية وأنهم يحسنوا. عديد اللاعبين ماهوش ظاهرين، تنجم تكون عنده إمكانيات كبيرة في تنفيذ ضربات المخالفات. عليه الدراجي ما يشوتش مليح مخالفات، الشليح يشوت الدراجي بالطير نتاعو ممكن يستحقوا باش يمارك أكثر من يشوت. لا 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 كرة ثابتة مباشرة. وجدي خلي يجاوب. لا لا نحكي على كوفرون ديريكت. إيه جاوبك بالنسبة للكرات الثابتة يظهر لي الكلوب أقل فريق سجل كرة ثابتة أول ماتش نسجلوا فيه كرة ثابتة معناتها بيانك في ماتش الاسبيرانس مسينا برشا كرة ثابتة الاكزيكيسيون كانت في بلاصتها وكانت لا ريسيبسيون وقتها الدراجي مس كرة بلال لايف الغندري ثلاثة هذوما مسوا برشا كرة معناتها قاعدين توا عديرة من مرحلة أنه ما نعملوش خطر بالكرات الثابتة الإكزيكيسيون مع تنفيذ كرات الثابتة واستقبال كرات الثابتة موجود. الماتش هذا سجلنا على كرة ثابتة الأولانية بلا اللايفة سجلنا على كورنير من عند إبراهيم الشناحي معناتها أوني أون تخان دو بروغريسي فما خدمة معناها فما خدمة قاعدة تخدم دو 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 وهذه من عملاو نعمل فيها أنه علي المعلول عملاو عنده هو وال مصراتي كان معنا في سي اس اس فرجاني قلت سياسي مصعب كان معنا كيف كيف كل عندنا حصه في الاسبوع مخصصه للكرات الثابته الديريكت لي كوفرون ديريكت تحكي عليهم معناتها نون سيلمون سا نخدم الكرات الثابته ديريكت ونخليو كيلكو زاتاكو باش ياخذوا لا دوزيام بال معناتها نخليوها في فيزيونومي نتاع ماتش غير عندك شي لاعب مختص اللي احنا موجودين توا اللي موجودين عندنا اللي قاعدين كل اسبوع نفس الشيء انه هو نهار الجمعه جي موان دو ديما نعملوا ميغ من على اليمين وعلى اليسار دي تيغور ونعملوا سيميلاسيون تاع دي كونديسيون ريال تاع ادفيرسير تاع دوزيام بال تاع كل سا اللي موجودين على لي تيغور هما ابراهيم الشناحي والولاني جيماجين الى لا بلو بيل بات معناتها ابراهيم الشناحي باللابات غوش ديما هذاك وعلى اليمين اللي موجود هو غازي العيادي مع غازي وسام كي يبدا يلعب معناتها هذوما اللي موجودين لو نومبر زاد تاع لي كوفرون اللي جاو قراب ل 18 متر واش قاعدين نراو فيهم برشا باش نتكلموا على فريكونس تاع لي كوفرون اذا ما نتكلموا على الريسيت انا ما نتكلموا على فريكونس بروفوكاسيون تخدم عليهم شي تخدم عليهم الترج الرياضي ضد سي اس اس 35 ما بين نعرفش قداش من فوق في بعض الاحيان اللي فوت ما همش 100% لكن البروفوك اللي فوت في الزون هذمك الوغ سالتني على هذوما جاوبتك سيرتو حكايه لي تيرور موجودين كيما قلت لك لافريكونس دي كوفرون ماهمش قاعدين برشا قاعدين يجيو والخدمه قاعده تصير اللي انا فرحان به انه اول ماتش نماركيو سير كو دو بي اريتي ديريكت واضح هاي صدق كيما كنت تحكيهم معناها شوط اول ممتاز الحقيقه نادي الفريقي كان ينجم يقدم مباراه من الشوط الاولاني هدف على اثر ركنيه الحاجه الباهيه سي كو المدافعين ولاو يسجلوا معناها باش نجاوب سي وجدي بعد لا لا مرة فاتت صافي دو تروا سيونس قلت المدافعين مش قادرين يسجلوا نرجعوا لك عملنا كل واحد في شنو يقيد له انت السؤال تاع الكره الثابته تسالونا كل جمعه عنده هو عنده سؤال ثابت انا قلت ما دام النادي الافريقي ما سجلش مش على كره ثابته قلت نحكي لك خلفه مباشره نحب نشوف يجيب النقاط وقت اللي يبدا الفريق مش جاهز اللي تحكي فيه راهو صحيح معناتها جمعيه كبيره تلعب في وضعيه معينين مفروض انه تلقى بعد ساعات دي سيتياسيون سي لي حل من الحلول معناتها علي العابدي سجل ضد النجم مختار بالخيفر سجل الجمعه الفارطه ضد بنقردين والجمعه هذه دونك بلال عيفا سجل ضد ريفرز يونايتد فريق محترم جدا هدف ثاني جاء عن طريق ضرب الجزاء كره ثابته مره اخرى نادي الفريق يسدد 12 تسديده خمسه برك في المرمى ثلاثه منهم جابوا اهداف دونك براتيكمون افيكاسيتي تري بون بار كونتر الفريق الاخر سدد زاد سورتو في الشوط الثاني خمسه مرات في المرمى من جمله 14 تسديده معناها براتيكمون سيتي باري لي كورنير بون الكلوب خير شويه لي باس تو براتيكمون كيف كيف معناها باش تعرف القيمه نتاع الفريق يلعب على الاكستيريور يلماني تري بيان لابال كي تجي عنده الكره ميلا وحاش معناها يحسن استغلال الكره كما كان يحكي كوتش مبكري معناها الكلوب دونك ما تفكش الكره عاليه تلقى روحها من بعد في بوزيسيون تاع نقص عددي هما الاربعه يطلعوا ولا ثلاثه كونتر زوز دونك هما يلقاو لي زانترفال ويلقاو لي با
باس اونتر معناها اونتر لي ليني. بون لي دريبل هما نجحوا خاطرهم عندهم ديكستريتي تكنيك معناها عندهم ابيليتي كبيره في لي دريبل. وي دريبل ريوسي للنيجيريان معناها جمعيه اللي يستهانوا بها. ولي دويل ايريان براتيكمون لا ميم شوز 11 11 جوست عندنا بالخيطر كان معناها لان دي ميور في الرول ديفونسيف نتاعو افيك 12 انترسيبسيون ريكوبيراسيون وافيك 4 سنتر لان دي ميور زاد كي زاد القدام. فاروق بن مصطفى نعطيو حقه في 2 بواحد عمل 2 اري بروفيدونسيال في 3 بواحد عمل ان اوتر اري باش ما رجعوش في الطرح 3 2 وكانوا ينجموا يعديو لكم انسال كاردور معناها الدرجين الاخرانيين. حب ولا نكرهوا نادي الافريقي كي ديما كيما كنت نحكي مع الكوتش بكري في الاوف نو ريكولت با ما تجمعش اللي معناها تبذروا الكل ما تحصدوش الكل مالوريزمون تخلق 8 و10 و12 بونتو مالوريزمون تماركي زوز 3 بونت وقت اللي هي كيما كونتر سي اس اس في الشامبيونات جابت 7 بونت على الاكستيريور. تحكي على الشامبيونات انت ماكش تحكي على الكل دافريك خاطر الكل دافريك ماركات ياسر ماركات ياسر كيف ماركيا برشا قداش تحبها لا 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 مش كيف مش كيما لا معناها مع حكام الاحترام السيراليوني معناها حب ولا نكره حتى كوتش يعرف النيفو طلع شويه مش كيما سي اس اس ولا ليتوال ولا الاسبيرونس كيما سيراليوني مش كيف كيجيوك فرص في دي سيتواسيون ستريسونت مع جمعيه قويه وفما شويه رهبه وكل بريسيبيتاسيون وكل مش كيما تلعب اليز ومرتاح ويجيك البوط الخامس والسادس سي با لا ميم شوز. واضح دونك هذا هو بربي فاروق بن مصطفى سامحني ذكر فاروق بن مصطفى في شهر جوان هذا الشهر الداخلي وفى العقد نتاعو ولتوا لا تجدد العقد نتاعو اسكو لاعب ينجم يلعب حارس مرمى ينجم يلعب ومرتاح البال في ظروف كيما هكا. شوف نجاوبك في هذه علاش خاطر ملف فاروق بن مصطفى تفتح من شهر ديسمبر معناتها حتى قبل قبل الكوب دافريك قاعد تفاهم على كل شيء مع فاروق معناتها وحتى الاسبوع الفارط عاودوا تكلموا معاه معاود في الكوب افريكا هذا شيء مفروغ منه جيست لا سيناتور الباس على سيناتور وكاو مش مراجعه العقد لا مش مراجعه العقد بنفس معناتها تفاهموا في اللي كلوز كل متفاهمين في مدة التجديد قداش متفاهمين في القيمة المادية قداش متفاهمين في كل التفاصيل يعني ما لقاوش ستيلو باش يصحوا هذيك حاجة أخرى لهنا بالنسبة لي أنا فاروق معناتها وقت ليكيب تعديت بار دي مومون ديفيسيل في الماتش لقات فاروق قد فاروق معناتها اون دوا تروفي ان غران غارديان لقينا فاروق وهذا سي امبورتون سا دون دو لا كونفيونس لصحابه انه يعرفوا انهم عندهم وراهم ان غران غارديان سو غران غارديان ينجم يخليهم في الطرح ولا يرجعهم في الطرح شاك فوا. واضح اي نصر انا مش نزيد برشا على اللي قالوه الاولاد بريسك بكل لكن حسب قد انا المرحله اللي كانت صعيبه وتصعب المباراه على نادي افريقي هي ضربه جزاء جاء الفريق المنافسي واللي ضاعت معناتها اللي هي كانت نوعا ما تزيد تصعب المباراة على النادي الافريقي وهذا هو معناتها الديكليك وين صار عرف اللي النادي الافريقي اللي المباراة ماهيش سهلة انه المنافس نتاعو نجم يرجع له في كل لحظة هذاك علاش سجل الهدف الثالث ديجا ضد مرماه ضد مرماه معناتها لكن السونتراج كان مزيان برشا من العبدي معناتها من العيادي يبين انه النادي الافريقي في الاوقات الصعيبة عرف كيفاش يتصرف مع المباراة وبالرغم انه كما قال وجدي بكري انا حسب اعتقادي الادفرسير نتاع النادي الافريقي من احسن الفرق اللي شفناها معناتها ومن بعده تجي فيتا كلوب وبعده نوعا ما الادفرسير نتاع النادي الصفاقسي وشفتها خاطر انا النادي الصفاقسي معناتها ما كانش زاد في المستوى كبير حسب اعتقادي من احسن المنافسين اللي كانت مباراه صعيبه تتلعب على الجزئيات وعرف كيفاش تعامل معنا كلمه كلمه نادي هذه الصفاقسي فتحي نادي الصفاقسي عمل اللي حاجته به نادي الصفاقسي ما قدمش مباراه به ما قدم مباراه به اللي هو انتصر معز اليوم ما تنساش راهو مشكلتنا مع الكؤوس الافريقيه الانديه نتاعنا في المرحله هذه وانا احنا فان شامبيون والاخرين مازالوا كيبداو صحيح ما ننساوش هذا معناها شنو نحبوها كل شيء دونك اي 3 نقاط في بطوله نتاع 6 مقابلات عندك 18 نقطه ربحت كل واحد بشيء ومن بعد تقول والله ما لعبتش المهم ربحت ومدرب جديد مازال كي جا معناها فما امور وليدات برشا صغار عمرهم ما لعبوا كاس افريقيا دونك ما نطالبوش صحيح مش هذا وجهه السياسات صحيح كنا نتمناو انه المقابله كانت نجم تكون اسهل بياسر وكان النجم يكون الخمسه صفر نتاع النجم كان النجم يعملوا النادي الشخصي ما كانش حاضر لعده اعتبارات لكن اللي بيه الفائده معز واللي هو حاضر هما ثلاثه نقاط موجودين واللعبه هذه راهو بالسيستم الجديد نتاع كاس افريقيا
سواء الترجي النجمه ولا افريقيا تبدا في الكارد فينال مبدئيا كيعملوا المجموعات فالمستوى هذا مبدئيا تلقى زوج فرق كبار تجي تعداو مبدئيا الاولى اي فوالا ولكن مبدئيا انا نقول لك معنا مش ترى انه الاربع جمعيات باش تعداو فوالا بالنسبه لي انا الاربع باش يتعداو قال هاني جيك ناصر بون نادي صفاقس على عكس العاده متعود الفرق قدوم ما يسامحهمش في صفاقس فما ممكن العامل الذهني ما كانش حاضر كما يلزم ولو الفريق خلق برشا فرص ديما نقول دونك كيل كونديسيون تحضر الماتش مدرب على البنك وماشي لاعبين يعرفوا المدرب ماشي يلعبوا ضد فريق اللي بتاتر ما عندهمش عليه فكره كبيره دونك برشا عوامل خليهم يعني ماهمش لي كونديسيون المتعود بهم فريق باش يلعب مقابله نتاع كاس افريقيا خاطر نادي صفاقسي نعرفوه اكثر فريق تو سبيسياليتي نتاعو لا ومش متعود يسامح يعني يستحق خمسه اعطي خمسه مع يمكن اول مره نادي صفاقسي يربح بهدف صح تعمل سوم كي راه فريق برا يعمل له سوم دونك انا ممكن في ذهني الظروف نتاع المقابله ما كانتش فافورابل نادي صفاقسي سيس كما قال ما كانش جاهز يعني حتى معنويا يعني تكتيكيا ومعنويا ما كانش جاهز مليح للمباراة لأنه كل ما حاول نادي صفاقس يلعب لعبه يعني يدرج بالكرات القصيرة ويلعب لعبه اللي متعود به سيس فشل سيس باركونتر كان ناجح في الطريقة اللي مش متعود يلعب بها اللي هي الكرات طويلة في عمق الدفاع في ظهر الدفاع في اتجاه الحناشي وعلى المرزوقي الكرات الطويلة في ظهر الدفاع نجح فيها أظن أنه نادي صفاقسي مشكلته أنه وقت سجل الهدف الأول الوحيد في دقيقة 31 أظن قعد يبحث على الهدف الاطمئنان الثاني وما نجمش يتحصل على الهدف هذاك وعدى براتيكمون ساعة كاملة وهو يلعب تحت ضغط كبير برشا يعني من ناحية ماهوش قاعد يؤدي في أداء جيد ومن ناحية ثانية كان مهدد يعني بالرغم أنه الأدفرسير ما كانش قوي كان مهدد في كل وقت وأنه باش يقبل هدف التعادل هذا يأثر حتى على معنويات الفريق وخلى الفريق ما يؤديش يعني الأداء اللي متعودين نشوفوه واضح سيدة فما إحصائيات في فما برشا إحصائيات أعطينا مباشرة الإحصائيات مباشرة فريق سوازيلاندي متواضع برشا يعني حتى نادي صفاقسي مش في أحسن حالاته كما كان ما يحكي المتر أهم حاجة ثلاثة نقاط عواضي مس برشا الكرة 95 معناها كرة 88 باس ريوسي دونك سي نورمال اللي هو بلاك تورنونت كيما الأحمر في ليتوال دونك كرة كل يتعداو عليه نادي صفاقسي يوصل برشا للتوزيعات معناها وجوست معناها للمعلومة مالوريزمون ما فماش بوانت معناها اللي كان موجود لواليون دوي اللي كان موجود شوات اللي هما دو افون سونتر الكلاسيك تاع نادي صفاقسي كان موجود مرزوقي وحناشي في الارتيرنونس دونك كي تعمل 22 سونتر في ماتش يخلطوا منهم زوز برك للسيرفاس واحد منهم جاب بونتو دونك ما تنجمش تاخذ اكثر من هكا ما صدق شويه نجم يكونوا دي شويه تكتيك غلطين ايه فاش احكي لك يعني هو تدرج يعني بالكره جوسكو ديرني 30 متر به مريقل من بعد ما فماش شكون باش تعطي الكره خاطر سيسون دو جوار دو كولوار هما سيسون دو زيليي اللي يدخلوا على ساقهم للتسديد والا ياخذوا الانترفال دونك هذا هو لي دويل ايريان كان تبارك الله الوليد عمامو يكونفيرم دو جور اون جور مرياحه لي دويل زاد كيف المحجبي موجود معناها جروسو مودو نادي صفاقسي ما ريتوش خايب برشا كيما يقولوا كاتاستروفيك معناها لعب كورتو اكثر من 575 باس معناها سو كي ني با مال في ماتش ما وصلش باش معناها باش يكون ناجح وما وصلش باش يسجل فريق الاخر ما سدد حتى مرمى في المرمى معناها حتى مرمى ثلاثه تسديدات لبرا صفر كادري دونك هذا هو جبد صادق على كريم عواضي والاحمر وسي عندنا نادر وغازي واحمد ووسام يلفون autour de 85% voilà, de passes réussies par match. Ou femme indication autre moi juste l'écranie zadouha jdida chkounou akther passes réussies fi 30 derniers mètres باش تعرف ليفيسيونس تاع الباس اللي يجيب البونتو مثال عندنا في السي اس اس احسن واحد هو العمدوني 87% من لي باس اللي يمسهم في 30 درني متر صحاح خليفه في الكلوب 83% بوعزه في ليتوال 83% وبقير في الاسبيرونس 80% معناها كي بداو عندك جوارات كيما نكا سي دي فري فو نيميرو 10 لي باس كلي يعطيو لي باس كلي لي باس اللي يعملوا ديكالاج ولا اللي يعطيو البونتو ديريكت اي ناس انا ما نصدقش اي باس فير لافون ما يصدقش الستاتيستيك لا مش ما نصدقش لا بالعكس الستاتيستيك حاجه مهمه بالنسبه للمدربين مهمه اليوم العالم تقدم ما تصدقش شنو لا معناتها اللي قال الصادق معناتها النادي صفاقسي عمل مباراه محترمه لا النادي صفاقسي عمل اخيب مباراه في الموسم هذا انا كنت مشيت حضرت الملعب وعندي مده ما دخلتش تفرجت
النادي الصفاقسي ما فما حتى اورجانيزاسيون، معناتها تحس فوضى على الميدان عارمه، معناتها بكل صراحه معناتها تحس اللاعبين مشردين. يمناش انت قريب وحضرت المباراه وكيد انك حكيت مع مسؤولين وحكيت مع اللاعبين. اللي صار معز اللي صار لافيديو ماتش انه ليله المباراه انه رئيس النادي اجتمع بالاطار الفني اللي كان موجود واعلموا انه الكل الاطار الفني باش يغادر الفريق بما فيهم كريم كريم كل المجموعه. نوعا ما القرار جاء متسرع شويه، معناتها المفروض انه استنى المباراه توفى احنا سي منصف المره اللي فاتت تغش على سي وديع كي خرج القرار نتاع النجم الساحلي قبل المباراه كشريق ليله المباراه انه هو الاطار نتاعو الفني اللي هو يخدم معاه المفروض انه يصبر عليه 24 ساعه وبعد المباراه انه يعيط الاطار الفني خاصه واحد كيما كريم دلهوم. معناتها كريم دلهوم جاء في فتره صعيبه، جاء منذ شهرين انه تعرف انا نقول انا قلتها معناتها كريم دلهوم قش عليه جاء مسح الخيبه نتاع المدرب النادي الصفاقسي تمسحت فيه هو مسكت جاء يعاون في الفريق نتاعو عاون الفريق واعطاه بصمه واعطاه اضافه جاء معناتها هو خلص الفاتوره نتاع الشهرين اللي تعداو. انا نقول لك معناتها معز اللي صار ليله المباراه ما حقوش يصير وما يلزموش يصير معناتها في فريق كبير كما النادي الصفاقسي. شنو المباراه؟ ربي يعطي الكل سمعت برك اخر كلمه. الفرق التونسيه الكل اللي ربحوا مي نادي الصفاقسي والإتوال والإسبيرانس المنافسين المباشرين نتاعهم عملوا نيولات في بعضهم معناها ان تري بون سيني جوست لو كلوب افريكان عندها الفريق رابح رابح معناها لازمها كامبالا ماتش الجاي تعمل نتيجه طيب بيجاز. كلمه واحده على ذكر المدربين نادي الصفاقسي يعني نحى مدرب مساعد ونحى مدرب حراس وفي نفس الوقت يعني المدرب البرتغالي جاب معاه حسب معلومات اللي عندي معد بدني باش نحكيو عليه باش نحكيو بعد قليل على المدرب. باش نرجع مباراه الترجي ولقطه معز بن شريفيه اللي دارت برشا على وسائل الاتصال الاجتماعي ما نعرفش كيفاش تفرج فيها فتحي لكن اكيد انه تشوفها على الاقل تو. لأن الرياضة والكرة قبل كل شيء هي أخلاق قيم ومبادئ ولأنه بالرغم من كل السلبيات اللي نجم نحكي عليها في كورتنا الأشياء الإيجابية كيف كيف موجودة ولو بقلة. حارس الترجي معز بن شريفية أعطى درس كبير نهار الجمعة في ماتش فيتا كلوب في لقطة تفاعلت معها كل الجماهير الرياضية مش كان جمهور الترجي وتناولتها المواقع العالمية. اللعبة تلعب شفت فما حاجة في التيران تتحرك ومن بعد كي تلفت بزاري نلقى الجوار بتاع فيدا كلور معناتها ضرب العصفور وبعد انا ما جبتش نوقف الكره ديجا لعبت صحيح الكره كل شيء ما لقيتش انا اللي جيبش نمشي نخرجوا وتجي اللعبه نولي معناتها لازمني واحد كونسونتري في الماتش وفي الميتو مشيت نجري نشوف فيها سخاب ومات يعني شفت نلقى يتحرك معناتها العصفور مشيت خرجته هزيته نتاع الحمايه ان شاء الله يطلع حي يمكن معناتها الجيست اللي عملتها انا تصورت مي فما يمكن الناس اكثر مني انا تعمل في الجيست ما تصورش معناتها يمكن جيت انا بالزهر تصورت في ماتش او يمكن فما ناس تعمل في الخير وحتى مع نقولوا مع قطوس في كياس مش مع البشر. عندي كلب في الدار فهمني وديجا عندي تو القطوسه مازالت كي ولدت ما عادش نحط كربو في الكراج نحطها لبرا خاطر امي عملت لهم كيف نقولوا بيت صغيره باش تحط فيها القطاسه هذيك وهما ديجا كي تجي في تو كي كبروا شويه وليت كي تجي تلقاهم كل قدام بيه واحد قبل كل شيء يمثل ما يمثلش روحه يمثل جمعيته جمعيه كبيره تربيت فيها من اللي عمري 8 سنين. اول حاجه قبل نتاع الموبل اكسبيرونس هي معناتها كيفاش تتعامل مع الناس ديما واحد يعمل الحاجه بها هي باش ينور جمعيته ينور روحه ينور معناتها والديه. احنا نشكروا فيه خاطر الاكت هذا احنا بحق نعملوا فيه كل يوم من الوقت اللي هو ان طونك جوار دو فوتبول يوري اون ايماج وعنده ان بوفوار اوبري دو لا جونيس ليسبري سبورتيف تاع معز سا 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 با بلو لوان يوري اون ايماج من تونس اللي احنا ما احناش دي جون اللي يعذبوا في الحيوان الابوكا نتاعنا حضرنا اون بلانت كونتر لو موفيز اسبري دو جوار خاطر احنا سي سا اللي قلقنا الحيوان ديجا كان مضروب خاطر قاعد في القاع اللي تي فراجيل معناتها هو زاد عليه دونك il montre le mauvais exemple l'esprit نتاعو مش ان اسبري سبورتيف احنا ان طونك بروتيكسيون انيمال ما نجموش نسكتوا عليها هذه. دونك معز هو عمل لاكت نتاعو كي ان اكت نورمال في الاخر اما احنا توا نحبوا نعملوا اون بلانت اوبري دو لا دو كلوب.
مع الشكر لجمعية حماية الحيوانات. قول لي صدق كنت جيت في بلاصة واش تعمل؟ راك انت ضربت راك انت ضربت العصفور. لا 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 ليه زين عادي زين. لا لا ما ضربش حيوانات. زين زين عادي. ضرب عباد. ماكش فم من عصفور وقت. صارت لكش هذه ناصر قبل؟ لا ما صارت ليش وبالحق عجبتني برشا معناتها معز فريمون معناتها تبين اللي لكن وقف الماتش خرجوا ورجع لنا قعدت بيت هنا كيفاش نورمالمون الاربيتر صفرة لا لا وقف الماتش يخرج خاطر النجم يعني في الوقت سافوار نجم يكون مات العصفور تضرب فيه كرة كانت ماشية الجي وتابع اللعبة اي تقفل اللعبة وستان اوبستاك نجم يكون في التيران يستحق ورقة صفرة جوار على اللقطة اللي عملها بطبيعة الحال سي اونتي سبورتيف اجريسيون قوانين لا لا مش اجريسيون قوانين شنو هي؟ سي ليسبري سبورتيف تحبوا شنو بيه الفيفا باش يوقفوه اللاعب هذا لا فما فما امكانية فما امكانية انه الكاف باش تعاقب اللاعب هذاك والله ربما ربما لانه لقطه دارت العالم الكل تعدات احنا اللي ناخذوا منها معناها الجانب الايجابي نتاعها لينا يزينا متصور نتاع الجرادانات محروقه والدنيا وتصور نتاع اللي نعرفوهم الكل احنا الكوره نتاعنا ما يتسوقوا كانت تصور الخايبه معناها انتم ما تعرفوها دونك تجي التصويره حلوه هذا راهو الملاعب انسان قبل ما يكون ملاعب معناها وراها ربما معز راها راه العملية ربما الاخرين ما راوهاش انا نتصور لو راهو ناس اخرين ربما كانت تكون كيف. نفس ردة الفعل لانه كما قالت السيدة اللي تكلمت قالت الكومبورتمون تاع معز هو اللي نورمال هو اللي عادي اللي مش عادي هو الكومبورتمون تاع اللاعب لانه عادي جدا معناها فما امكانية انه الكاف تعاقب اللاعب اللي ضرب العصفورة وشنو التهمة؟ لا هذا حكيت لك عليها العصفورة لا لا والله بالحق فما إمكانية معناتها سي هيومان كوميم سي سي حاجة تمس كيما احنا مستنا انه معز مشى عمل العصفورة هكاك حاجة حاجة بون مالوريزمون العصفور مات في الآخر بالكل بعد للمعلومة للمعلومة رغم كل المجهودات فاصل قصير ثم نعم